السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة ديالكم صوفيا كوسينا. اليوم ان شاء الله دائما في اطار الوجبات الخفيفة والسريعة والصحية، غادي نقترح عليكم سلطة. بما ان بزاف الناس قالوا بغاو لي سلطة خصوصا في هذا الوقت ديال الصيف، انا غنقترح عليكم شكل جديد وسلطة جديدة غادي تكون بلا باس ديال لاباط. هي سلطة ايطاليان، المكونات ديالها سهلة وبسيطة، واي حاجة اللي صعيب تلقاوها انا غادي نعطيكم باش تعوضوها. انا متاكده غادي تعجبكم الا كنتو كتبغيو لي سلطة الخفاف، فهي كما العاده غدا متكامل ما خاصو حتى شي حاجه. ندوز معكم المقادير اللي غادي نحتاجو والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، انا عندي هنايا لي بات الشكل اللي بغيتو، كيجي زوين في لا سلطة كيما بغيتوه. عندي تقريبا واحد 250 غرام ديال لي بات، عندي معاها لي طوماط سوريز، عندي شويه ديال الزيتون كحل اللي ما فيهش العظم، عندي حبه وحده ديال البصل الاحمر، فلفله وحده حمراء اللي غادي نشويها من بعد، عندي حبه وحده ديال الخيار، شويه ديال المعدنوس، ومن بعد عندي هنا السلامي ديال البقري اللي تقدروا تعوضوه باي حاجه بغيتوا، ولكن الوصفه الاصليه كنحتاجوا فيها السلامي. وغادي نحتاج هنا دي بول ديال الموتزاريلا، الا ما كانوش متوفرين تقدروا تعوضوهم باي فرماج كيعجبكم ماشي مشكل. بالنسبه للصوص اللي غادي نرافق مع لا سلطة، غادي نحتاج لها زيت الزيتون بطبيعه الحال، غادي نحتاج الملح والبزار، وغادي نحتاج فص ديال الثوم محكوك، واحد جوج معالق ديال الخل الابيض، معلقه ديال المايونيز، شويه ديال الزعتر، واحد نص معلقه صغيره ديال السكر باش نديرو ليكيليبر شويه ما يجيش الخل وداكشي اللي حامض مجهد سورتو مع المايونيز والخل. وغادي نحتاج شويه ديال المعدنوس والبازيليك يعني الحبق الريحان المجففين. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نشد ديك الحبه ديال الفلفله الحمراء اللي عندي، غادي ندخلها للفران تشوى. هنا انا دايراها فوق واحد البابي كويسون في الطاوه ديال الفران، غادي ندخلها حتى تشوى مزيان، اولا ببساطه تقدروا تشويوها فوق البوطه. هنايا الوقت اللي كندير الفلفله باش تشوى، كنجي باش نسلق لي بات ديالي، هنا عندي ماء مغلي غندير فيه قطره ديال زيت الزيتون والملحه، من بعد غادي ننزل فيه هذوك لي بات ديالي. وغادي نخليهم حتى يتسلقوا. الفلفله ديالي ملي كتشوى ها هي، غادي نحطها على جنب حتى تبرد، ومن بعد غنقطعها هي وباقي المكونات. هنا غادي نبدا كنقطع دوك المكونات اللي عندي واحد بواحد، غنبدا بهذا السلامي. نقطعو رقيق طويل، من بعد غادي نجيب هذوك الكويرات ديال الموتزاريلا. الا كانت عندكم موتزاريلا كبيره غادي تقطعوها عادي، انا هادو غنقسمهم على جوج. دابا غادي نقطع الزيتون على جوج، غنقطع الخيار. الخيار مغسول مزيان ومنشف، غادي نستعملو بالقشره ديالو.
اخيرا غتبقى لي هذيك الفلفله حمراء مشويه، غادي نقطعها مربعات صغيره. والمعدنوس هنا المكونات ديالي كلهم واجدين، غادي نبدا كنديرهم مع لي بات. لي بات هنا صفيتهم وخليتهم حتى بردوا، غادي نزلهم في الطبق ديال تقديم نيشان. ما كندير لا ملح لا بزاف حتى شي حاجه. من بعد انا غادي نصاوب لاصوص اللي غادي ترافق لا سلطه. من بعد غادي نزل المكونات اللي عندي وحده بوحده. هنا داك السلامي، الفلفل الحمراء، الخيار، هنا عندي هذيك الموتزاريلا، الزيتون كحل، مطيشة، وأخيرا غتبقى عندي غير البصلة. البصلة ضروري تكون البصلة حمراء لأن هي والبيضة ماشي نفس المذاق. في السلطة كنستعملو هذه اللي حمراء. وهنا كيبقى عندي المعدنوس، غادي ندير في الوسط واحد الكمية وصافي. كتكون هذه هي السلطة ديالي، هادو هما المكونات اللي فيها. غادي ندوز باش نصاوب لاصوص اللي غادي ترافقها. بالنسبة للصوص اللي غادي ترافق لاصالاد، انا هنا عندي واحد القرعة اللي كتسد بحال الفيديو السابق ديال لاصالاد ديال الدجاج. غادي ننزل فيه لاصوص اللي غندير. غنبدأ بزيت الزيتون، هنا تقريبا واحد نص كاس. غادي نزيد عليها معلقة ديال المايونيز صغيرة، هيا هنا ضرس ديال الثوم وحده، واحد الضرس محكوك. هنايا الخل عندي جوج معالق كبار، غادي نستعمل هنايا الزعتر، وداك شويه ديال السكر نص معلقه صغيره، وهنا غادي نزيد الملح والبصل. وغادي نسم هنا بالريحان والمعدنوس، هادو مجففين. والمعدنوس صافي. دابا غادي نحرك مزيان لاصوص ديالي. صافي لاصوص ديالي كتكون واجده. هنا كنديرها في شي حاجه، ها هو اللون ولا تيكستور ديالها. باش تبان لكم مزيان. صافي دابا لاصالاد نأسيزونيها بلاصوص.
الصوص كتجي شويه خاطره، بقاو تحركوها وصافي. كتكون هذه هي لاصالاد ديالنا، زوينه وفيها الالوان بزاف، وهذه هي لاصوص المرافقه لها. كنتمنى لا غوسيت ديال اليوم تكون عجبتكم. ما تنسوش تخليوا لي الاراء والتعليق ديالكم لتحت. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بحول الله. بسلام عليكم.